الاربعاء 15 جانفي اول حلقه من سلسله باش نقوموا بها في اي اف ام في 90 دقيقه مع مبادره مناظره حول التقييم والمساءله بعد الانتخابات. 99 مع اي اف ام ومبادره مناظره. المساءلة والتقييم مرحلة مهمة بعد الاختيار، ديما وقت اللي نخدموا الانتخابات والحملات الانتخابية نبدأ نحكيه على ما بعد النتائج، كيفاش الوعود الانتخابية اللي تقدم بهم رئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس نواب الشعب نجموا بعد مدة معينة، طبعا بعد نحكيه عليها المدة قديش باش تكون بالضبط، أنا نسألوهم نقولوا لهم شنو عملتوا في اللي وعدتونا به واللي على أساسه انتخبناه. اليوم باش نحكيه في مفهوم المساءلة، في مفهوم التقييم وأهمية المرحلة هذية، معنا مريم الهاني ومحمد بن حميدة عن جمعية مناظرة مبادرة مناظرة. مرحبا بك عايشة مريم، الميكرو تسمع فيها هي. مرحبا مريم، ميكرو بك عايشك. يعايشك محمد بن حميدة، مرحبا بك. ناخذ رأي حاتم وسفيان ساعة في الموضوع. حاتم، المساءلة والتقييم كمرحلة مهمة بعد الاختيار في أي عملية ديمقراطية الكلنا نمنوا بها، ولكن الآليات يظهلي مازلنا ما نعرفوهمش، ما عنيش بالقدا. هو المساءلة، حتى رئيس الجمهورية كانوا يرجع بعد 100 يوم. نجموا نقولوا مثالش خاطر الحكومة مازالت ما تكونتش، بتاتر مازال ما عندوش رؤية واضحة على البرنامج كيفاش باش يتأقلم مع حكومة تكون رسمية وتكون نالت ثقة البرلمان، هذيك حاجة. الحاجة الثانية، هل في ثقافتنا السياسية فهم المساءلة؟ انت النهضة تحكم قديم من عام، قلت لك عمري ما حكمت، معناها التو جاه الحكم سينزع من ايديها. دونك المفهوم المساءلة غير موجود، ولو انه في الحملة الانتخابية نتاع رئيس الجمهورية قال نحن حتى النواب ولا حتى الحكم المحلي فما عنده في مخه فكرة المساءلة بعد في النص المنداء بطريقة أخرى. دونك ما تنجمش تكون أنت تأمن بالمساءلة ولا تقبل أن تساءل. ما عندناش في العادات نتاعنا السياسية سفينة المساءلة. ساعة كي نحكي المحاسبة في السياسة هكا جينيرالمون نحكيو على المهلة ال 100 يوم. عرفوا اللي هي بدعة متاع الجمهورية الخامسة الفرنسوية. وقبل ميتيران ان 81 ما كانتش موجودة، معناها هذا من ناحية. لكن المسألة أخطر، مش نحكيه على المساءلة والتقييم، حاجتين زوز مصطلحات وزوز مفاهيم غرباء على الذهنية متاعنا. ما عندناش احنا شنو معناها المساءلة، راهو سألت مسؤول وهذا ما نعرفوش قبل، ما نعرفوش لانه عقلية اخرى، احنا العقلية الشرقية احنا في مجلس نواب الشعب، احنا العقلية يجيبوا يسألوا وزراء كل مرة مثلا. شفتك الطريقة وشفت كيفاش انه المساءلة تولي فولكلور وما عادش مساءلة لانه فما ذهنية. لا احنا ننطلقوا من ثقافة عربية الإسلامية اللي فيها واطيعوا الله ورسوله واولي الامر منكم والمباعة معناها المسؤول عنده نوع من القدسية أو من السلطة الخارقة للعادة المتجاوزة للقانون اللي معرفناش. والفترة من الثورة لليوم ما هيش فترة طويلة اللي تسمح بتأسيس ثقافة جديدة. طبيعي أنه لكن المطروح المساءلة، هذه نقطة أخرى بسيطة، المساءلة والتقييم راو ماهيش مسألة انطباعية، الرأي مسألة علمية تقنية علمية. إذا نوصلوا إلى ترسيخ الجانب العلمي التقني في المساءلة والتقييم
نكون قدمنا خطوة كبيرة في اتجاه تغيير الذهنية. شكرا لك سفيان، هذا هو المطلوب وهذا علاش احنا قلنا لكم كل نهار الاربعاء باش نحاولوا باش نحكيوا في الموضوع هذا مع مبادرة مناظرة. علاش مناظرة مريم؟ على خاطر فما 99 يوم وفما وعود جات في إطار المناظرات. صحيح. أول حاجة نحب نترحم على أرواح الشهداء اللي لولاهم هما ما كناش اليوم قاعدين. احنا اليوم في تونس مقارنة بالدول الأخرى احنا زدنا درجة، العباد الآخرين قاعدين يطالبوا انتخابات شفافة وديمقراطية، احنا تولوجوا فيما بعد الانتخابات، فسقف المطالب طلع. شنو هو أساس الانتخابات الديمقراطية خلود؟ حق الشعب في تحقيق مصيره، اختيار من يحكمه وكيفاش يحكمه، احنا نختاروا هما كيفاش يحكمونا، على أساس شنو؟ على أساس الوعود اللي قدموها لنا في فترة الحملة الانتخابية. نبسط هذا أكثر، مثلا سي حاتم جاب مترشح للرئاسة أو مترشح للبرلمان، قال راني باش نرد تونس سويسرا. أنا مريم عجبني الوعد متاعو وعطيت فيه الثقة ومشيت انتخبته. أنا من بعد عندي الحق أني نحاسبه. كيفاش عندي الحق أني نحاسبه؟ كيفاش؟ إذا كان هو ملتزمش بالوعد متاعو. بعد محمد يحكي لنا أكثر على الجانب القانوني، لكن هو فما التزام أخلاقي أول شيء. إذا كان هو ملتزمش بالوعد متاعو، أنا في الفترة في الانتخابات الجاية ما نجددلوش العهد متاعو، ما نعطيهش صوتي. وهذا شنو يحتاج؟ كيفاش أنا مش ننجم نحاسبه؟ أنا نحتاج الآليات، واللي هي آليات المراقبة والمساءلة. وهنا يجي دور المجتمع المدني. برشا جمعيات في تونس تخدم على هذا، وأحنا كمبادرة مناظرة نخدم على هذا. تفرجتوا في المناظرات الانتخابية، في المناظرات الانتخابية كلهم مش معظمهم تعهدوا أنهم يرجعوا بعد 99 يوم لنفس الاستوديو باش يحاسبونا على الوعود هذوما. اللي مريم نحكيه على رئيس الجمهورية قيس سعيد، ونحكيه زادة على نواب الشعب. صحيح، كما قلنا هما التزموا، احنا الحمد لله متاكدين انه النواب نتاعنا وانه رئيسنا باش يكونوا عند وعدهم وباش يرجعوا نفس الاستوديو. نعرفوا انه 99 يوم مش كافيين، مش بالضروره. هي شوف مش مساله وقت، يعني زايد يوم ناقص يوم، زايد جمعه ناقص جمعه. لا مريم، لا سامحني، فما العرف نتاع 100 يوم، وفما مناظره اللي من الاول قالت 99 يوم. احنا في المناظرات سمعنا انه فما مده، يلزم تكون الأمور محددة بمدة، خاصة أنه رئيس الجمهورية عندنا إنسان قانون، رجل قانون ومهتم بهذه التفاصيل، بدليل الكتاب متاعه للأحزاب اللي قال لهم راهو نص الليل وعشرين دقيقة. هذا هو النباط مضبط هذا هو. وعندنا كونتا غبوغ زادة، انت تعرف هذا خلود. لكن اكيد احنا من نجم نعلن على موعد المناظرة هذه، الا يعني ما نكونوا انه اتفقنا مع احنا نزيد حاجة اخرى. خلينا نفسروا ساعة للمستمعين تو بيسكو حكينا على الكونتا غبوغ. فما الوقت قاعد يمشي، فما المنجلة قاعدة تدور، والمنجلة ذي تنجموا تلقاوها على الباج غاديو EFM، على خط وزادة تلقاوها على موقع مبادرة مناظرة. الوقت يدور والمستمعين انتوما باش تطرحوا أسئلة، الأسئلة باش يكونوا عن طريق دي فيديو. الأربع جاي نزيدوا نوضحوا أكثر الأمور، والأسئلة هذية EFM ومناظرة باش يهزوهم إلى المسؤولين، رئيس الجمهورية ونواب الشعب. ستكون في حلقة كبيرة مناظرة الناس باش تسأل المسؤولين، رئيس الجمهورية والنواب. ولكن هات نرجعوا توا للأصل، نرجعوا للآليات المطروحة. مريم ما باش نرجع لك، أما نعطيو الكلمة لمحمد قبل. محمد بن حميدة، المسائلة، التقييم اللي سفيان وحاتم قبيلة قالوا حاجة غريبة علينا على الأخر. منين كيفاش بدأت؟ كيفاش بدأت الفكرة هذية في الديمقراطيات؟ هو احنا نعرفوا برشا المحاسبة لمحل، يعني صحيح المسائلة والتقييم حاجة شبه غريبة على البلدان العربية ان جنرال، اما المحاسبة والمسائلة والتقييم هذوما المفاهيم مرتبطة ارتباط مباشر بالديمقراطية. يعني اقدم ديمقراطيات عرفت مسألة التقييم والمسائلة، و معناها على خاطر المسائلة والتقييم هي الحاجات اللازمة لضمان الديمقراطية. وهذاك علاش باش مجتمع يكون زادا متماسك ويعيش في رفاه يلزم يتسير التقييم هذايا. على خاطر عدم التقييم أو التسيب اللي يهز، اللي عدم تقييم يهز للتسيب، يحل بيبان للفساد والاستبداد، ويحل بيبان للاستبداد اكزاكتومون. يعني أنا والتقييم على أسس غالطة وغير علمية وتقنية تؤدي إلى الفوضى بطبيعة الحال. هذا لازمنا نروجينا بالآخر من الأمور الانتباهية. معناها كما قال سفيان بكري، معناها كي نحكي تقييم، المهم مش تقييم في حد ذاته، وإنما المعايير المعتمدة، التقنيات المعتمدة للتقييم. على خاطر نحكيه على علم
اللي هو علم تقييم الأعمال والأقوال زاد. على خاطر نجم نقيم عدم الفعل بشيء. كيفاش نقيم؟ خاطر عدم الفعل بشيء ينجم يضر من مصلحة المواطن. مثلا الحكومة كما قلت أنت ذكرت الإكزامبل نتاع مساءلة البرلمان للحكومة واستدعاء البرلمان للحكومة ليسائلوا. عدم قيام الحكومة مثلا بتنفيذ مشروع معين ينجم يضر من مصالح المواطنين. يعني الـ 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 النظرة الامتناع عن فعل شيء واضح. وين بديت الحكاية؟ بديت مع أثين. في أثين دونك انا شفت شويه عملت دراسه خفيفه على طريقه التقييم او المحاسبه زاده في ديمقراطيه اثينا. نلقاو الهلايه اللي هي المحكمه الشعبيه اللي تقوم المحاسبه والمساءله نتاع المسؤولين فيها بزوز طرق. الطريقة الأولى تقوم بتقييم علاش الشخص هذاك موجود في البلاصة هذيك، هذه الأولى. اسكو السيد هذاك مسؤول وكفء وينجم يتحمل المسؤولية اللي هو فيها ولا لا، وهذه نسميها مساءلة سابقة وإلا مساءلة استباقية. والمرحلة الأخرى اللي هي المحاسبة، كل فرنك صرفه السيد هذاك وين مشى. دونك هذه في اقدم الديمقراطيات نلقاو مفهوم المساءله والمحاسبه مربوطين ببعضهم وموجودين. المجالس الشعبيه اليوم يمكن مش يمكن هي مجلس نواب الشعب، لانه النواب هذوكم يمثلوا الشعب وسونسي هما اللي يتبعوا ويحاسبوا التمشي نتاع تطور القوانين، المحاسبه العامه الماليه الى غير ذلك. فاصل ونرجو معكم، كلمونا من توا على 31 380. المبدأ هو إذا كان تحب توجه أسئلتك للناس اللي انتخبتهم عليك، أنت سجل فيديو طوله 99 ثانية وتبعثوا المبادرة مناظرة من خلال الرابط اللي تلقاوها على الباج غاديو إيافاب. حتى أنا المساءلة بدأت مع ديمقراطية أثينا، لكن كما تقول أنت مساءلة شعبية، لكن توا فما أجورا جديدة، فما هي لاغورا 2.0، معناها كنترا لي سونداج اللي تعملوا على لي ريزو سوسيو، كنترا الاراء، كنترا معناها الانفلونس اللي معناها ولاو عند لي ريزو سوسيو، معناها الصوت ولا ينجم يوصل. هاك مريتو الشاب عمره 24 سنة كتب جواب قال انا نحب نولي رئيس حكومة، لي انا ما نوليش رئيس حكومة، وصلت الرئيس جمهورية. جو بونس اوسي خذيتو انتم اون كونسيديراسيون هذايا شيء معناها محاسبة شعبية توا بالفيديو، لكن زاد عندكم آليات أخرى
باش تحاسبوا بها شعبيا رئيس الجمهورية ولا أي منتخب. كيفاش تكون؟ باش نجاوب على ذلك نحب نرجع لنقطة مهمة ياسر حكى عليها سي حاتم وسي سفيان واللي هي الثقافة. قالوا أنه احنا عندنا ثقافة أنه ولي الأمر نتبعوه وهذه هي ثقافة السائدة أصلا. احنا من خلال هالبرنامج نحبوا نرسخوا ثقافة دولة المواطنين حيث أنه يعمل يعامل تونسي على أساس أنه مواطن مش على أساس أنه رعية يتبع هكاك على المهموتة. حاجة أخرى نحب نقولها أنه هذه راهي ماهيش محاكمة، هذه فرصة للناخب المواطن أنه يوجه أسئلته. عنا البلاتفورم هذه تونيجيا ديسايدز تونس تختاروا اللي هي بلاتفورم إنوفاتيف على الأخر مبنية على واحد من أفكار مناظرة الأساسية واللي هو تشريك الناس في صناعة الرأي العام. كيفاش قاعدين نوصلوا للعباد هذوما؟ أنه احنا عنا مدربين منتشرين في كامل أنحاء الجمهورية قاعدين يمشيوا للناس اللي يمكن حتى الإنترنت ما عندهمش، يمكن حتى الريزوم مش يوصل لهم. احنا قاعدين نمشيوا وقاعدين نصوروا معاهم في فيديوهات وقاعدين نحطوا فيهم عسيت هذيق، يعني قاعدين نحاولوا نوصلوا للناس هذوما اللي صوتهم ماهوش مسموع. حاجه اخرى، فرصه زاده للشخص اللي انتخبناه، الشخص اللي انتخبناه اذا كانوا قاعد يخدم ومش قاعد يروج للخدمه نتاعو، هذه فرصه ليه انه يجي يروج يقول لنا شنو قاعد يخدم. واذا كان انتخبناه ومش قاعد يخدم زاده فرصه ليه يجي يفسر لنا علاش ما خدمش. معناها الناس وهذا يحيني الى مجموعه من الاسئله البسيطه جدا. لانه واو ماشيين لبلايص اللي ما فيهاش انترنت، ايش لازمكم؟ علاش؟ علاش؟ ها؟ لواش معناها علاش المبادرة هذه؟ وعلاش توا؟ وبطبيعة الحال الجهد هذا الكل يستوجب بالضرورة إمكانيات مادية. منين جاتكم؟ باهي، أول حاجة نحب نجاوب على السؤال الأولاني هو علاش توا؟ لا مش توا، احنا بدينا ننشطوا من عام 2012، مبادرتنا هي مبادرة تونسية، ننشطوا في 12 دولة عربية، الهدف نتاعنا هو تكوين دائرة رأي عام صحية، وواحد من شروط وأساسيات دائرة الرأي العام الصحية أنه المواطن يكون مشارك فيها باش يضفي عليها الشرعية. كيفاش 12 دولة عربية يعني والديمقراطية عندنا دولة ولا دولة ونص؟ دولة ونص. اللي زاد نحب نقولوا في الجزائر صارت لكم موفي سوربريز. لا احنا اختصاصنا مريم سامحني سفيان بتجاوبك على اسئلتك الكل والمستمعين كيف يتفاعلوا معنا على 31 380 ألف. فما قبل عنا اخبار جينا من الكياس. اليرت انفو ترافيك. عسلامة مرحبا. عن مبادرة مناظرة نحكيه على المسائلة 99 يوم أسئلة باش تتوجه لرئيس الجمهورية وإلى أعضاء مجلس نواب الشعب. كيفاش باش تصير الأمور؟ مبادرة مناظرة علاش شد التصحيح ووصلتوا في النسق هذا والأسئلة الأخرين اللي تراحهم سفيان مريم خليك تجاوب. كما قلت لسي سفيان احنا بدينا من عام 2012، احنا اختصاصنا ماهوش المناظرات الانتخابية فقط، احنا بدينا بمناظرات تكون مناظرات متلفزة تبدأ مسابقة على الانترنت يحمل الشباب فيديوهات طولها 99 ثانية يبديوا من خلالها رأيهم في قضية معينة، ومن بعد المناظرة هذه تكون مناظرة مباشرة يشاركوا معنا شباب من جميع أنحاء العالم العربي ومتحدثين باللغة العربية بصفة عامة. سألني سي سفيان على التمويل ويحق لكم أنتم زادة أنكم تحاسبونا وتسألونا، وأنا أقول
حاجه مبادره مناظره هي الشفافيه شخصيا، كان تدخل للحساب نتاعها تشوف انه احنا التمويل نتاعنا تمويل مشروط، يعني اول حاجه هذا مكتوب في موجود في الويب سايت نتاعنا مناظره.com. التمويل نتاعنا جاي من المانيا ومن سويسرا، الممولين ما يتدخلوش بتاتا في خطنا التحريري كما قلت نعاود، هذا كل التفاصيل كلها موجوده. تمويل حكومي المانيا وسويسرا حكوميه والا حكومي هو تمويل هو والا ديفون هما ديفون اما جايين عند الدوله من وزاره الخارجيه. ونحب زاد نشير لنقطه واحده اخرى انه احنا كانوا يجيونا اكثر من تمويل، انه الممولين يشوفوا الافكار اللي عندنا ويقترحوا علينا تمويلات، لكن كان ديما احنا عندنا شرط مهم وانه الممول لا يتدخل في الخط التحليلي لمبادره مناظره. هذا هو به واضح جدا. حاتم على الدول العربيه، الدول العربيه صارت مثلا في الجزائر في الاخر ما معناها عملوا وحدهم مناظرتهم، ونعرف اللي انتم حاولتوا باش تاسسوا لمناظره في الانتخابات الرئاسيه، هل المناظره ما تكون عندها مصداقيه الا في وسط الديمقراطيه؟ أول حاجة نرجع الموضوع الجزائر اللي مناظرة مبادرة مناظرة أصلا هبطت بين فيه. أكيد أنا ما نجمش نعطي الثقة في شخص انه الشعب الجزائري لما طلع انه قال انه الناس هذوما انا ما نحبهمش، ما نحب اول حاجه انا مانيش راضي بالانتخابات، فهما جاوا عملوا انتخابات وزادوا عملوا له مناظره للانتخابات هذه. اكيد اهم حاجه انه الطرف اللي باش ينظم المناظره هذه انه يكون طرف محايد عن جميع الاطراف، والا فما تكونش فما حتى مصداقيه وما تكونش فما حتى شرعيه للمناظره. هي في الصيغه وفي الشكل المساءله هذه او التقييم او المحاسبه عندما مثلا باش تكون مع رئيس الجمهوريه نجم نسميها مناظرة؟ ماهيش مناظرة، ستكون حوار ديبا، حوار نقاش أكثر نو؟ شوف بما ماهوش الصيغة المعروفة أو المتعارف عليها متاع المناظرة، لكن يبقاو فيها حجج واللي هي يبقى فيها تحاجج واللي هي المكون الأساسي للمناظرة، فنطلقوا عليها اسم مناظرة. ما عندك سؤال؟ سفيان؟ باش رئيس الجمهورية الآن فما اتصال به تم دعوته رسميا، تمت ايداع الدعوه في ديوان السيد رئيس الجمهوريه. شنو الخطوط الحمراء في المسائله؟ الخطوط الحمراء ما فماش خطوط حمراء. اول حاجه احنا الصحفي السلطه في يد الصحفي الذي سيسال رئيس الجمهوريه، وهذايا نقطة أخرى تركز عليها مناظرة واللي هو تمكين الصحفيين، ما فما حتى خطوط حمراء. الصحفي يسأل ما يشاء طبعا عنا أنه بعض المعايير أهمها أنه المعايير متاع الموضوعية والمعايير المتعارف عليها في مجال الصحافة والمواطنين. محمد المواطنين اللي خطر احنا استدعينا الناخبين أنهم يسجلوا دي فيديو أنهم يطرحوا أسئلتهم، كيف سيتم تمرير الأسئلة متاع الناس؟ هو الفورما اللي باش تعمل متاع المسائلة ولا 99 يوم مش كان الصحفي كهو ولا المنشط بلوتو هو اللي باش يقوم بطرح الاسئله، وانما الفكره نتاع مبادره مناظره انه يكون فما انتراكسيون، فما تبادل وتفاعل ما بين رئيس الجمهوريه او الشخص والفرد المنتخب والشعب. يعني باش يكون التصور نتاعنا هو انه تكون كيما لاغورا، تكون فما عدد من المواطنين منهم اللي يسجلوا الفيديو نتاعهم واللي يطرحوا الاسئله نتاعهم، يقوموا بتوجيه اسئله مباشره للشخص المنتخب سواء رئيس الجمهوريه او نائب الشعب، وهذه حاجه تصير ونشوفها في 100 يوم رئاسيه في فرنسا او بعد عام من الرئاسه في دول اخرى. باغ كونتخ في مبادره مناظره اقترحت 99 يوم اللي هي حاجه جديدة وترجع للتاريخ مبادرة مناظرة كجمعية زادة. كما سمعت زميلتي بكري كانت تحكي قالت معناها الفيديو نتاعنا الكونسيبت الكل يقوم على فكرة 99، وحبينا 99 باش تكون حاجة جديدة سبيسيال. أنا 99 فكرني بالسولد معناها هكا اللي يبيع لك حاجة باش ما يقولكش 100,000 يقول لك 99 دينار برك. سي حاتم نخليوك أنت والمشاهدين إن شاء الله الجمعة الجاية نقول لكم علاش 99. ميرسي بوكو، على خاطر مانيش باش نقولوا كل شيء اليوم، الأربعة الجاية الموعد معاكم. شكرا ليك.
ميرسي بوكو. يعيشك خلود. مريم الهيني، محمد بن حميده، يعطيكم الصحه باش تكونوا معنا موجودين ديما، على خاطر من هنا حتى كشي اللي يخلطوا 99 يوم ما تحبش تقولنا الجمعه الجايه نقول لكم انه نهار يجي 99 يوم لطرح الاسئله في الاثناء. تنجموا تصوروا لي فيديو نتاعكم انتم اللي تسمعوا فينا، وين يبعثوهم؟ يبعثوهم على سيت مبادره مناظره تونيجيا ديسايدز، ويلقاوه عندكم في باج راديو اي اف ام. شكرا لكم. الكلمه للمستمعين على 31 300.